ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلونا قبل ما ننهي الحلقة نتكلم على نداء مهم جدا جالنا من الواحات البحرية، الواحات التابعة لمحافظة الجيزة، رغم أنها بتبعد عنها حوالي 360 كيلو. تخيلوا 360 كيلو وتابعة لمحافظة الجيزة. الناس هناك من مغامري الصحراء، راحوا واستصلحوا وزرعوا وأنتجوا ونزلوا إنتاجهم للسوق المحلي، وبعضهم كمان بدأ التصدير للخارج. قصص نجاح كبيرة جدا من الواحات البحرية. حددوا لهم هناك سعر الفدان ب 25 ألف جنيه. راحوا المحافظة، يا جماعة السعر ده شامل مقابل الانتفاع؟ محدش جاوب. يا جماعة في قرار 144 لسنة 2017 القانون وتم تعديله ليشتمل السعر على مقابل الانتفاع، محدش اعترف بيهم ولا حد عايز يطمن الناس. كمان يتم تحصيل رسوم داخل محافظة الجيزة عند تقنين هذه الأراضي أو إجراء معينة، يعني مجرد معينة أنت بتدفع رسوم تقدر بحوالي 3%، وفي رسوم تانية 2%، وفي رسوم تانية 1%. هل هذه الرسوم بقانون؟ أنا لا أعتقد. ما يحدث في محافظة الجيزة شيء عجيب جدا. الناس راحت آخر الدنيا عشان تزرع وتنتج وتبني مستقبلها، ليه بنحاول نهده؟ محافظة الجيزة لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل على كل مزارع في منطقة الواحات. منطقة الواحات منطقة نائية، الناس هناك بتكافح عشان تزرع وتنتج، يبقى نساعدهم ولا نحط عليهم رسوم ونقول عشان بننمي موارد المحافظة؟ دي مش تنمية موارد محافظة، ده إعدام لمنطقة غالية علينا جميعا. منطقة الواحات، منطقة الواحات لو في أي دولة في العالم كان بقت أكبر مزار سياحي وأكبر منطقة زراعية. من فضلكم خلوني أكد تاني، كل الرسوم المفروضة على من يبحث عن تقنين وضعه في أراضي منطقة الواحات البحرية هي رسوم مرفوضة شكلا وموضوعا، وليس لها أي سند في القانون. القانون 144 سنة 2017 بنوده واضحة، ما ينفعش أفرض رسوم بشكل عشوائي وأقول ده لتنمية موارد محافظة الجيزة. أنا أدعو محافظ الجيزة إلى النزول إلى أرض الواحات فورا، وأتحدى إن كان زارها على مدى الأشهر الماضية منذ توليه المسؤولية. من فضلك انزل شوف الناس على طبيعتها، الناس هناك محتاجة ظل مسؤول يزورهم ويسمع منهم. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا كل يوم خميس وجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.